عايز اوري لحضراتكم صوره، لان الصوره دي بالنسبه لي هي صوره مهمه جدا جدا، والصوره دي هي موضوع بالعقل النهارده. لعيبه فريق ميدياما الغاني بيتصوروا صور تذكاريه بعد انتهاء المباراه مع لعيبه النادي الاهلي. هنا اقول لك ان ده النادي الاهلي. النادي الاهلي صاحب السمعه الافضل وكبير القاره الافريقيه. ولما بقول هنا كبير القارة الأفريقية ليس غرورا ولا تكبرا، بالعكس، الصورة اللي حضراتكم هتشوفوها دي خير دليل على الكلام اللي أنا بقوله. الأهلي بيحترف جميع منافسيه وحريص دايما على علاقته بكل الأندية في أفريقيا وبره أفريقيا في كل حتة، لأن دي القارة اللي احنا بننتمي إليها. فالصورة اللي أمام حضراتكم دي بتلخص كلمة القوة الناعمة، هي اللي بتوري لحضرتك قيمة النادي الأهلي ولاعبته وشعاره في كل القارة الأفريقية. أتمنى إن أنا أشوف الصورة دي مع لعيبة نادي الزمالك بعد ما خلصوا ماتشهم، بيتصوروا مع اللعيبة الفريق اللي بيلعبوه وبيراميدز وأيضا فيوتشر، كل الفرق اللي بتلعب. هي دي القوة الناعمة المصرية. عشان كده دايما أقول إن الأهلي كمؤسسة وطنية قبل ما تكون مؤسسة رياضية هو واجهة لمصر في الخارج، بالنجاحات، بالعمل، باستمرار الجهد وباستمرار تواجد النادي الأهلي على منصات التتويج في كل البطولات سواء قاريا أو عالميا. صورة حلوة، هي دي شعوب القارة الأفريقية الطيبة، هي دي الروح الجميلة، الغرض الأسمى من كرة القدم. الصورة، هات الصورة جنبي يا سمير، احنا بنتكلم من الغرض الأسمى من لعبة كرة القدم أن يكون هناك تواصل بين الشعوب ومختلف الثقافات. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي بالنسبة لي والله صورة حلوة جدا، حلوة جدا جدا جدا. قوة مصر الناعمة متمثلة في قوة أو في اسم النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. ده عنوان لهذه الصورة اللي أتمنى أنها تتكرر مع النادي الأهلي ومع كل الأندية اللي بتلعب في أفريقيا.